هدأ الملف السوري على الساحة إلى حين صدور خبر إرسال روسيا دعما عسكريا إلى سوريا. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين دافع عن استراتيجيته الرامية إلى دعم النظام السوري، مشيرا إلى أن بلاده تلتزم العقود الموقعة مع دمشق لتسليمها أسلحة، وذلك ردا على اتهامات واشنطن لموسكو بنشر معدات عسكرية وقوات شمال سوريا. في السياق، نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الرئيس السوري بشار الأسد أن الحل السياسي في سوريا غير ممكن قبل هزيمة الإرهابيين. بانتظار إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يبقى الميدان محتدما إذ قتل وجرح عدد من الأشخاص جراء سقوط قذائف على أحياء تسيطر عليها قوات النظام في مدينة حلب. أما في شمال شرق سوريا فلا يختلف الوضع بعد مقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء تفجير سيارة مفخخة في حي المعيشية من مدينة الحسكة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية مستهدفا مقرا لوحدات حماية الشعب الكردية شمال غرب المدينة.